رمضان كريم. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم على الجميع يا رب. كل رمضان وانتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة ويجعلوا شهر خير وبركة وإحسان وفرج على جميع المسلمين والأمة الإسلامية. كل عام وانتم بألف خير. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم إن شاء الله علينا وعليكم، ينعاد بالصحة والسلامة. كل عام وانتم بخير يا رب، رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية إن شاء الله تعالى. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم ينعاد عليكم بالصحة والعافية. رمضان كريم ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. إن شاء الله رمضان بينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة، وكل عام وانتم بخير والله يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال. إن شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير إن شاء الله، وينعاد علينا وعليكم بالصحة والخير والسعادة إن شاء الله. رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير، وينعاد علينا وعلى جميع أمة محمد بالخير والبركة إن شاء الله. رمضان كريم كل عام وانتم بخير. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. كل عام وأنتم بخير، ينعاد عليكم ورمضان كريم إن شاء الله. رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم على جميع أمة لا إله إلا الله، من الحمة البيت من فينا، أهلا وسهلا بالجميع. كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، رمضان كريم وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية والسلام إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير جميعا من فرن هوت بيكري، وينعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب. رمضان كريم. نحن الحمد لله رب العالمين أكرمنا وجينا له البلد ودرسنا الموضوع، صرنا فترة يعني طويلة عم نشوف الموضوع بهالبلد إنه مفتقرة للحلويات الفريش، يعني تكون مصنعة من المنتج إلى الزبون فوري يعني إن شاء الله. والحمد لله أسمينا المحل محلات حلويات ديليس، وعنا جميع الأنواع من النخب الأول، من البقلاوة، من الحلاوة بالجبن، الشعيبيات، مبرومة، الأساسية، أي الحمد لله الحلويات الشرقية الكاملة يعني. ولله الحمد والشكر، وفايتين على موسم رمضان إن شاء الله، الله يجعله علينا وعليكم بهيك بالخير واليمن والبركة، وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. رمضان كريم. الحمد لله الله أكرمنا وفتحنا مشروع أنا وأبي والسيد أبو عمر، مشروع حلويات ديليس، وبنقدم حلويات عربية فاخرة إن شاء الله، حلويات غربية وشرقية، وموجود عنا تشكيلة نوكا وتشكيلة موالح وعلب موزيك، إن شاء الله الكل بيكون مبسوط وراضيين عنا. السلام عليكم. رمضان كريم. الله يعطيكم العافية، إن شاء الله كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالصحة والسلامة. أنا الشيف زاهر صيرفي أبو عمر، صار لي مجال الحلويات شي 30 سنة من 96 بإذن الله، ورح نقدم حلويات فاخرة شرقية وغربية بتضم الآسية والكورشكور والبقلاوة، هريسة، هريسة مكسرات، حلاوة بالجبن، شعيبيات، يعني أصناف كثيرة بإذن الله، مشان نرضي جميع الأذواق. افتتحنا المشروع أنا وأخي أبو عدنان وهون بفيينا يعني تفتقر الحلويات الشرقية الفاخرة يعني، وبإذن الله نرضي جميع الأذواق، والله يعافي الجميع بهالأزمة هي وكل عام وأنتم بخير.
رمضان كريم.